اعتقد حاليا اني قربت من الدايمود لان هذا الجهاز بدا يقوى شباب بنات. اوه دايمود هو. اوكي يلا جاهزين خلينا نجرب السلاح. اوكي لا ما راح اجرب هذا السلاح، راح اجرب هذا السلاح. اوكي حلو يلا جاهزين. 3 2 1 اليوم راح تشوفون اقوى رحلة كهفية بالعالم، وراح تشوفون ادوات واسلحة بعمركم ما شايفينها، مثل هذا الهامر الاسطوري ومثل هذا السلاح الاسطوري. اوه وايضا السلاح الثاني. اوكي والسلاح الاخير اللي هو البيكاكس العادي. بس يا شباب ويا بنات اني مجهز لكم مفاجأة راح تشوفونها وراح تنصدمون داخل هذا المقطع. بس قبل لا يبدي هذا المقطع اللي اريده من عندكم هسه كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات. ما احب اطول عليكم اكثر وبس مشاهدة ممتعة. اوكي يا شباب ويا بنات، طبعا مثل ما شفتوا اليوم راح نسوي رحلة كهفية. بس الرحلة الكهفية راح تكون شلون؟ بالادوات الجديدة الاسطورية. اوكي طبعا كلكم تعرفون انه البيكاكس نقدر نجمع بيه دايموند، موارد، حجارة، ستون، ريدستون. لا 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 لا، اليوم راح نجرب الادوات الاسطورية وراح نستكشف الموارد اللي موجودة مثل هاي وبعد كثير موارد موجودة. اليوم راح نشوف يا شباب ويا بنات. اوكي يلا ناخذ الصندوق ونقول بسم الله. شوفوا طبعا هاي الموارد انا جهزتهن. اول خطوة راح نسويها، لا هاي نرجعهن. اول خطوة لازم نلبس الدروع القوية. اوكي نلبس اول مرة الحذاء، النوب، البنطرون، النوب الفانيلة، النوبة الخوذة. اوه شوف الدروع مالتي الاسطورية. اوكي هسا النوب نجرب نجيب البيكاكس. هذا البيكاكس الاول يا شباب. طبعا السيوف ما اخذ، اخذ السيف بس هذا السيف، بس هذا السيف اخذه. والبيكاكس، والبيكاكس العادي، والبيكاكس المطور الاسطوري، وهذا البيكاكس الثاني. اوكي هذا الشبل ايضا راح اجيبه، والاكس اجيب، احتاج الدير تحتاج، هذا الماي احتاجهن. اوكي خلي اجيب البقيه كلهن اللي يفيدني شباب بنات احتياط. اوكي يلا جبتهن. طبعا هسه راح اروح ادخل للكهف اللي انا اكتشفته. هسه تقولوا لي شلون اكتشفت هذا الكهف؟ امير سلو اجى وياي ودلاني هذا الكهف. عنده النظارات اللي يلبس تكشف لأماكن الكهوف والريفين. اوكي مو مشكلة، هسا راح ندخل بالكهف ونسوي الرحلة الكهف. تحت من الماء. اوكي خليه اطلع ونسوي رحلة الكهفية. طبعا كثير من عندكم يقولوا لي بالتعليقات يا مهدي ليش ما تسوي لنا رحلات كهفية؟ راح اسوي لكم ونشوف هل راح احصل مليون دايموند او لا بالاسلحة الاسطورية. خليني نكسر ذني لحظة، راح انزل من هذا المكان. شوفوا طبعا هذا، لا مو هذا، اي هذا. شوف شلون راح انزل. واه يعني شباب بنات تنكلوجيا، والله العظيم تنكلوجيا. هاي شوفوا شوفوا. اوه حلو يلا يلا نقول بسم الله. اوه حلو شوفوا راح نوصل للقمر، ايش اسمه، راح نوصل لنهاية الكوكب بثواني. شوفوا شوفوا الكهف ايش قد سويته اني وبسرعة. يعني تخيلوا لو بالبيكاكس هذا العادي، شوفوا اظل سنة كاملة، لو بالبيكاكس المطور اظل سنتين، بس بهذا الجهاز الاسطوري. لا مو هذا، هذا ما ادري استخدم، لا هذا بعدين اريد استخدم هذا. اوكي يلا ننزل ونقول بسم الله. يلا يلا شباب بنات. اوكي خلي اجهز البكت مال الماي، اخليه يمي، اريد البكت مال الماي لان هنا أنا ريفين. يلا نقول بسم الله يا شباب ويا بنات. حلو 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 وصلت ان شاء الله. هسه راح نوصل وتشوفون. اوف لا متت. اوكي يلا خلينا نرجع هنا يا شباب ويا بنات. اوكي يلا خلينا نعيدها. اوكي بالسريع يلا. اوه والله شلون راح انزل اني، والله تورطت انكبت. هسه انا شورطني صورت رحله كهفيه، شورطني. اوكي يلا وي يما. اوكي ان شاء الله ما يطلع لي زومبي او سكيلت. اوه لازم بالماي. اوه مساع تحت فوقها يما يما. اوكي حلو، ادواتي ادواتي، اهم شيء الادوات شباب بنات. اوكي لحظه، الدروع لازم البسهن باسرع وقت ممكن. الادوات الحمد لله والشكر. اوه هاي اريدهن، هذني مو مالاتي. الحمد لله والشكر هسه حاليا ضبطت كل شيء اني. لحظه خلي اجهز التورش واجهز كل شيء عندي موجود. طبعا هواي ناس يقولوا لي ليش ما تسوي رحله كهفيه؟ اوكي اني اسوي رحله كهفيه بس ما اعرف اذا اني هاي الشيء هذني ما احتاجن، ما اعرف اني اذا محظوظ او لا. لحظه هذا هذني خلي اشمرهم باللافا، ما احتاجهن. اوكي اللي ما احتاجه هاي، اوه احترق، وهاي وهاي، اذن يعني فاشلات منو يستخدمن هاي شنو؟
والله العظيم اني ما اعرف هاي شنو اللي اعرف شنو. اوه الهامر، شلون نسيته؟ شلون نسيت الهامر اني؟ اوكي الهامر هذا، الهامر اريده. طبعا هذا الهامر يا شباب ويا بنات تشوفونه حاليا صغير، شوفوا شلون راح يصير كلش كبير، شوفوا جاي يكبر. والله جاي يكبر كلش. هسه تمام صار الهامر عملاق. تمام هسه وين لازم اروح؟ اوكي اكو شغلات اني ما احتاجهن بصراحه، خلي ارميهن. شنو اللي ما احتاجه؟ كروسبو ما احتاجه، هاي ما احتاجهن، تورش احتاجه، هاي ما احتاجه، ما احتاجه. اذا اي احتاجهن. الماي اخليه مكان الهامر حاليا. فوين الشفل؟ اوكي الشفل نخليه هنا. هسه هذا كل شيء تمام شباب بنات. يلا هسه تورش، ها تورش هذا موجود عندي، خلينا نروح من هالجهه. اوكي نروح من هاي الجهه حاليا، نشمعها هاي، نخلي هنا دير تاية حتى نصعد. اصعد. اوكي والله القفزه مالتي عاليه لان الدروع اللي عندي اسطوريه، بس لا تدمجن. لا والله ما تدمجن، قويات. اوكي هسه شلون اطفي اللافا اللي فوق؟ اوكي نصعد سريع، خلي نطفي اللافا ونشوف اليوم هل راح احصل دايموند او ما احصل. اوه ايميرالد، والله محظوظ من بدايته مثل ما قلت لكم شباب، اني محظوظ والله محظوظ. اوكي 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 خلي اطفي اللافا. اوكي والله غبي اني. اوكي طفينا اللافا حاليا. هسه بس خلي انزل من هنا، نكسر بهذا البيكاكس الاسطوري. اوه والله حلو هذا ايميرالد لو شنو؟ ايه ايميرالد شباب، هلا والله هلا والله، هاي بدايتها محظوظ. دايموند والله مستحيل. والله مستحيل. وين راح؟ مستحيل هذا دايموند. وينه؟ وين اثنين؟ تاينو اور اور، مو دايموند هذا، معدن. اوكي وي خلي ننزل هسه. وين راح نروح؟ نروح من هذا الاتجاه. اوكي دايموند منا منا، ماكو ولا دايموند. الشباب الظاهر اليوم ما راح نحصل دايموند، والله انا متاكد حظي مو حلو، بس يلا نجرب نسوي رحله كهفيه. اوكي نجي من هنا، القفزه الاسطوريه. وي اوكي تمام. بعد شنو موجود هنا؟ والله ماكو شيء اتوقع. اوكي اوكي طبعا هذا الكهف انطاني اياه امير، قال لي ادخل اعطاني احداثياته، وقال لي احفر تحت هذا المكان وراح تلقى ريفين. ليه؟ مثل ما قلت لكم عندنا نظارات تكشف الموارد وين اماكنهن. بس لحظه خلي اسد الماي. اوه حصلنا هذا الحجر الاحمر، حلو حلو يا شباب ويا بنات، كلش حلو حاليا. اوكي نخلي هاي هنا. طبعا هسه راح ادخل بعد جوا الكهف، اسد الماي. نجيب التورش نخلي وحده هنا. اوه هذا الكهف فارغ، اوف حلو. طبعا هذا الاحمراني ما اعرف شنو، اللي يعرف يكتب لنا بالتعليقات، بس خلينا نجمع. شوف هذا بطيء وهذا البيكاكس اسرع منه بشويه. تمام اعتقد حاليا كله تمام شباب بنات. اوكي هذا الشيء الموجود من هنا. منك ماكو اي شيء. ها صديق شباب بنات، هسه اني شوفوا اذا لقيت دايموند بهذه الكهف كلكم لازم تضغطون لايك، تشتركون بالقناه، وتفعلون جرس الاشعارات، وتكتبون بالتعليقات اوغا انت اسطوره. واذا ما لقيت دايموند لا تسوون هاي الشغلات. اوكي يلا هسه ايش قد انا ارتفاعي؟ لحظه ارتفاعي، ارتفاعي حاليا 25. 25 لازم انزل بعد. اي حاليا 21 20. اي هسه حاليا هذا هو ارتفاع الدايموند. اوكي واذا هذا الارتفاع خطا كتبوا لي بالتعليقات ايش قد ارتفاع الدايموند. اوكي مو مشكله. اوكي وين راح اروح؟ اوه دايموند، واو ايش قد ارتفاعي؟ ايش قد ارتفاعي؟ ارتفاعي حاليا 17. والله العظيم واني محظوظ كلش. اوكي هسه امزي ما تدمجت. اول شغله لازم نوخر الماي، هاي اول خطوه شباب بنات، نوخر الماي باسرع وقت. لحظه لحظه لحظه، شلون اوخر الماي؟ شلون؟ اوكي اصعد يا اوجا اصعد. لحظه شلون اسد الماي؟ شلون اسد الماي؟ اوكي بهاي الطريقه اعتقد مناسبه. اي هلا والله بالاساطير. اوكي ايش رايكم نجرب هذا السلاح؟ نجرب. اوكي اعتقد يدبل الموارد هذا. لا اكو سلاح يدبل الموارد ما لقيته، ما اعرف شلون ينصنع. عمير اعطاني طبعا ذني الاسلحه، حلو. طبعا هذا السلاح ينقب الموارد ويكتشف لي وين اماكنهن. اوكي اوكي شوف هاي الضربه شباب انا، شوفوا شوفوا. اوكي حلو، كم واحده حصلت؟ كم دايموند؟ 9. واو والله محظوظ اني. اوكي خلي اصعد حاليا، ان شاء الله القى بعد، ان شاء الله. هذا الطريق ما لقينا به من هناك، رجعنا هسه نروح من هذا المكان. والله رحله كهفيه محظوظه. ايميرالد اسمه ايرون احتاجه اني. تمام
طبعا انا اسف لان اتكلم هواي بس والله متحمس. اوكي اوكي الدروع اللي عندي مطتني سرعة اعتقد مو اي مطتني سرعة فاست. تمام بس وين راح اروح؟ هاي لا والله لازم اطفي والله مرتفعة كلش. اوكي تمام هاي شنو؟ مو ايرون العفو مو دايموند. نشمع بعد نين اروح نين اروح هاي شنو موجود؟ فارغ تمام هاي منا شنو موجود؟ ايرون ما راح اخذ الايرون. اوه ايميرال اوكي وين هذا السلاح؟ اوكي خلينا نجربه بهذا. حلو 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 ايميرالد 2 يعني شباب بنات الله عليكم انتم رايحين رحله كهفيه ومحصلين بهاي الموارد بهاي السرعه والله اني محظوظ. اوكي مين اروح انا؟ لا لا والله مستحيل والله العظيم مستحيل. اوكي 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 لحظه 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 شنو هذا حظي؟ والله محظوظ شباب بنات. اذا ما وصلت هاي الحلقه الى 50,000 لايك يعني انتم مو اساطير. اوكي شباب بنات انا قلت لكم. اوكي يا الله ان شاء الله اليوم هسه نلقى بعد دايموند. اوكي انا من اجيت من وين اجيت؟ والله ما ادري ضيعت مكاني. لحظه خليني نكسر هاي. اوكي اجيت من هنا اعتقد مو ايه اجيت من هذا المكان. طريقين اكو. حلو 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 هذا الطريق انا رحت له. ف وين اروح هسه؟ اكو بعد هواي كهف كبير. دايموند قل لي دايموند. لا لا مو دايموند. دايموند يصير لونه اكثر ازرق. شنو موجود من هنا؟ اوكي خلي شوي شوي نستكشف ونشوف. اوكي انا جيت والله الدروع هاي اللي عندي ازعجتني. هاي شنو موجود هنا؟ انزل جاي اشوف اكو ضوء. لحظه خلي انزل. ايميرالد 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 شنو هذا؟ شنو هذا اللي مو لا هذا مو ايميرالد. شنو شنو هذا الاخضر؟ والله ما اعرف. اللي يعرف يكتب لنا بالتعليقات خلينا نشوف. اوكي خلي اخذهن شباب بنات. اوكي لحظه طبعا انا حالي ليش جبت هاي الاسلحه كلهن؟ حتى اجربهن لكم. والله خاف اعبر منك. اوكي لافا من هنا. خلي نرجع من هناك نستكشف شنو اللي موجود. اوكي بالسريع نعبر من هنا نشوف شنو اللي عندي تورش انا ليش ما اشمع؟ لا 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 مستحيل ايميرالد مستحيل شباب بنات. هاي شنو الموارد؟ والله العظيم اني ما جاي اعرف شنو. خليني نستكشف سريع. اوكي حلو والله حاليا كيف كلش عملاق هذا ايمير. هذا الايميرالد. اوكي الايميرالد راح اجرب اكسره بهاي. تمام ليش ما اخذته؟ اخذته تمام. نهايه الكهف اعتقد هاي. ماكو شيء بعد فوق مو؟ اي ماكو شيء. تمام هسه نرجع من هنا سريع يا شباب ويا بنات نبحث عن الموارد. هذا الاخضر شنو يصير اكسره بهاي؟ ما متاكد. لحظه والله يصير والله يصير بكل شيء. تمام هذا الطريق انا عبرت من عنده. لا اوكي بس خلي اسكر الماي او اغلق الماي. اغلقها بهذا الديرت احسن حل. والله هواي اكو شباب هذا الكهف عملاق. هاي الكهوف الزينه مو عبالكم اني جاي هنا العب لو شيء. لا انا اريد لا 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 والله هلا بالزياده ايميرالد. هلا والله. اوكي اوكي يعني ايش قد راح نحصل موارد اليوم؟ والله ما اعرف. ريدستون لا لا مستحيل والله العظيم مستحيل. شوفوا هنا انا دايموند هنا انا هاي شنو؟ وريدستون وجولد وهاي الحجاره النادره وذني. شباب انا وين عايش؟ انا عايش باحسن مكان بالعالم. اوكي راح اجمع الباد السلاح القوي. اوكي لحظه على السريع شوفوا. حلو بعد وحده. حلو بس لا راح 18 دايموند. ماي جاد. اوكي اوكي لحظه خلينا نجمع سريع. حلو طبعا هاي يدبل الموارد اللي عندي هذا الجهاز. اكو موارد يدبلهن واكو ما يدبلهن. اوكي تمام هسه نشوف ايش قد راح نطلع من الكهف. اوكي شباب اكتبوا لي بالتعليقات ايش قد تتوقعون راح احصل موارد، اقصد ايش قد تتوقعون راح احصل دايموند بنهايه الرحله. انا اتوقع 35 34 هالحوالي ما متاكد بس انتم كتبوا لي بالتعليقات خلينا نشوف. اوكي بس صدق نسيت اقول لكم انا قلت لكم اذا لقيت لي دايموند. لحظه 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 انا قلت لكم اذا لقيت لي دايموند وحده او دايموند تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات وتوصلونا 50,000 لايك. يلا شباب بنات سووا هاي الشغلات. اوكي بعد وين اروح؟ هذا الايرون نسيت اخذه. لحظه هذا الايرون. اوكي خلينا ناخذ هذا الايرون كله. طاحت جوا بس مو مشكله.
حاليا هذا اللي حصلت اوف بالغلط. اوكي طبعا اذا تردوني اسوي تحدي الموارد ضد اي يوتيوبر تردون اكتبوا لي بالتعليقات اسم اليوتيوبر حتى اتواصل وياه ونشوف اذا يقبل يقبل. اوه لا والله ما انتبه. هاي شنو شنو هاي الموارد؟ اول مره اشوف مذني والله، هذا اول مره اشوفه. شنو هذا؟ اوكي خلينا خلينا ناخذ بهذا الجهاز احسن. اوكي بهذا الجهاز. اوكي اوكي بهاي السهولة. اوكي هذا الجهاز ايضا راح نستخدمه. اوه والله اني جاي احصل موارد اكو بيه ما اعرف وين. شنو فائدتني؟ اللي يعرف يكتب لنا بالتعليقات. لحظه خلينا نشمع. لحظه خلي هاي شنو؟ هاي شنو شباب؟ انا والله العظيم اول مره اشوفها، والله ما اعرف اني. والله ما اعرف. هذا جولد، الجولد ما احتاجه، ما مو قوي بصراحه. هذا الاخضر شنو؟ ما اعرف اني. حلو. هذا الاخضر اعتقد حصلت من عند ثمانية. وينه؟ تسعة. اوكي تسعة. اوكي حسبت المصلع حسابي غلط. الماي هذا خلاه اخذه، والله يفيدني هذا الماي كلش. طبعا هذا الماي بصراحة كلش مفيد. اعتقد كم حبة ماي موجود؟ حبة ماي؟ كم حبة جولد موجودة؟ أربعة. اوكي الحمد لله والشكر، ما حد انتبه. راح اقصر المونتاج. مو تسوي لي تاج بالانستغرام تقولوا نوغا يسمي هاي ماي. لا غلطت. اوكي ماي. اوه خليني اصعد فوق. شنو موجود؟ لحظة. اوكي شباب بنات خلينا نصعد ان شاء الله. اصعد اصعد يا اوغا، اصعد اصعد. اوكي صعدت. مين يجي هذا الماي؟ يجي من هنا. اوكي خلينا نغلقه. شفت ايميرالد؟ والله العظيم شفت ايميرالد. العفو استغفر الله، مو ايميرالد هذا، ما ادري ايش يسمونه. اوكي اوه جاي تمطر وخبصه. بس خلي الغي هذا. منين يجي الماي؟ اوف منين يجي هذا؟ والله دمرني، منين يجي هذا الماي؟ من هنا. حلو حاليا يا شباب ويا بنات. لحظه والله اني خلي اشمع. ضيعت المكان كله. شنو هذا؟ اوكي جاي اضيع بصراحه، ضيعت الكيف اني من وين اجيت. هذا فارغ. هذا الاخضر اعتقد مو نادر صار. اوكي بس خليه اخذه شباب بنات. اوكي تمام. حاليا رجعت. مني ما جيت؟ لا اوكي شباب بنات بصراحه اني حاليا اتوقع انه هذا شنو؟ والله ما اعرف. اتوقع حاليا هذا يما شنو هاي؟ والله خفت اني. اوكي اتوقع حاليا الكهف هذا خلص. لا والله بعد. مستحيل. يا شنو هاي شباب؟ انا ما عبارة تاني من هنا ليش؟ شلون اوكي بهاي الطريقة. يما والله اوكي غبي اوكي خليني اصعد من هنا، اكسر هاي سريع. اوكي لافا شريرة، انا اكره اللافا. اوكي عندي ماي هم زين الحمد لله وشكر. اوكي دروعي دمجت والله ورطة هاي. انا جيت من هنا شلون يعني شباب؟ ضيعت اني بالكهف. منين اطلع؟ دايموند؟ لا ماكو دايموند. اعتقد اكو دايموند بس اني ما اخاف ادخل بصراحة. هلا والله لقينا مكان سري. اوكي نشوف شنو اللي موجود هنا. انا بصراحة ما اعرف منين اجى الماي هنا حتى يتحول هيك. اتوقع اللافا اللي اني توني طفيتها، خليت الماي العفو ونزل جوا. اوكي ثاني هذا مو فحم، والله ما اعرف. هذا مو فحم. لحظة ديرت ايش جاب هنا؟ والله ما اعرف، انا بصراحة جاي انصدم من الاشياء اللي جاي اشوفها. هذا يفيدني الاحمر. روبن اعتقد اسمه، روبي مدري روبن. لحظة كافي هذا بصراحة، الرحلة الكافية استمتعنا بيها كلش. فجاي اسمع صوت خفاش، وينه؟ اوكي بس خلي اطلع من هاي الجهة، اريد اغير مكاني لان بصراحة حصلت قليل دايموند. يعني شنو حصلت؟ ليش قيت 18 قليل يا اوغا برحله كهفيه وحده 18 دايموند. اوكي طبعا هسه تسالوني منين جبت اني هاي الادوات؟ طبعا امير سلو عنده منطقه، طبعا هذا السيرفر سويناه اني وامير سلو، ان شاء الله امير راح ينشر اول حلقه عنه بعد كم يوم. امير انطاني هديه، سوى له رحلتين كهفيات وانطاني هديه ذني الموارد لان اني تاخرت عن السلسله. هاي شنو؟ بس لا تقولي مكان سري. هاي شنو شباب؟ والله اول مره اشوفها. اوكي بس لحظه خليني اكسر هذا الجرافل، ما ادري ايش اسمه. شنو هذا؟ صندوق لو شنو؟ شنو هذا؟ الشمر الخشب، والله ما اعرف شنو هذا، اللي يعرف يكتب لي بالتعليقات.
شنو اللي راح اشمر؟ راح اشمر بعد هذا ما احتاجه. والله العظيم ما اعرف، جاي اشوف اشياء غريبة عجيبة. لا تقول لي اكو ممر سري منا، لا تقول لي اكو ممر سري منا. لا يابا شنو هاي؟ اوه ايميرالد، حلو حلوة يا شباب. ياب والله حصلت موارد اسطوري. اوه ذهب، هلا والله، هلا والله، هلا والله بالاسياد، هلا والله. اوكي حلو حلو، جاي حصلاني شغلات رهيبة. بعد شنو موجود هنا؟ اوه فطر، فطر كهف. اوكي احب الفطراني بس ما راح اخذه. لا ليش ما اخذه؟ اخذه شوية بالامير. لحظة اوكي. هذاك شنو شباب؟ اني جاي احلم لو شنو هذا الماي منين يجي؟ لحظة لحظة لحظة، بس خلي اشوف هذا الماي منين يجي. بس خلي اصعد واغلق هذا الماي، والله دمرني دمار. اوكي خلي اصعد سريع. طبعا طبعا اني بصراحة تعذبت داخل هذا الكهف، ما ادري الريفي ما ادري ايش يسمونه. الماي وين يودي هذا؟ منين يجي؟ منين يجي هذا الماي شباب؟ لحظة اعتقد اكو ممر سري منه. اي اكو ممر شباب. شنو هذا الكهف؟ هاي الكهوف الزينة، اتحداكم تلقون هيك كهف مدري الريفين. اوه طحت بالغلط، طحت بالغلط شباب بنات. اوكي 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 صعدت، ما بقى شيء. الله صعدت، يلا يا اوق اصعد، قول يا الله اصعد 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 اصعد. اوكي خلص التورش اللي عندي، حرامات. اوكي خلص التورش اللي عندي، هذا نسكره اغلقته تمام. تورش عندي، تورش تورش تورش، اي عندي تورش الحمد لله. هسه اني راح انزل، ماكو شيء بعد. اوه ماكو شيء، خلي انزل شباب بنات، طولت اني عليكم. هسه نطلع ونشوف الموارد اللي حصلت. اوكي خلي ارجع. أوه. حلو خلي ارجع اني من وين جيت. ها هذا الطريق اللي جيت من عنده اعتقد. بس ليش هذا ظلمه؟ ليش هذا المكان مظلم؟ هنا انا فارغ بصراحه، ماكو شيء. هاي ليش المكان كله مظلم؟ ما ايميرالد، هلا والله. اوكي شباب انتم تعرفون انه الايميرالد اقدر اتبادل ويا القرويين بيه. اوكي انا جيت اقول لكم اريد استخدم الاسلحه الجديده بس نسيت. اوكي يلا على الاقل استخدمناها شويه وشفتوا شلون قويه. اوكي اوكي هذا الماي بصراحه. اوكي بهاي الطريقه اتوقع مناسبه. اي مناسبه. اوه نفق جديد، ايش طلعت هاي؟ يعني 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 هواي نفق اكو. والله فد شيء رهيب شباب بنات، اكو هذا فد شيء رهيب انا جاي اشوفه. اوكي 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 شباب اوكي اني ها هاي التورتش هنا انا اعتقد خليتها. اي هاي من انا كنت انا اجي. منين اطلع؟ منين اطلع؟ اريد اطلع شباب، اريد اطلع، اريد انسحب. او دايموند وايميرالد، واو. اني خاف بصراحه. لحظه لحظه لحظه، اريد لي ديرت، اريد لي ديرت. والله العظيم جيت اريد اطلع من الكهف وانسحب. اوكي لحظة خلي اسد هذا المكان. اوكي حتى اقدر اتحرك اوه لابس ما احتاجه، يا لابس شو اسمه. اوكي خلينا نجرب هذا السلاح شباب. يلا نقول بسم الله. لا قليل، ما معقوله ماكو بعد. اي والله ماكو. اوكي اوه ايما. اوكي 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 شباب بنات نكسر هذا. حلو ما اعرف انا شنو فائته هذا الازرق بس مو مشكله، نعبر من هنا سريع. حلو جولد ما راح اخذ، ايميرالد انا احتاج الايميرالد. اوكي اعتقد نسيت الايميرالد دايه بس مو مشكله. الجولد ما احتاج بصراحه حاليا. اوكي شباب انا راح اطلع من هنا حتى ذلك الدايمود. لا والله ذلك الدايمود ارجع اخذه، شنو تردوني اعوفه؟ ايميرالد دايه ذيك شو وصلني لها؟ والله اوصل بسهوله، شوفوا هذا السلاح مالي شوفوا. اوكي اخذته. هسه انا من وين اطلع؟ من وين اطلع؟ اريد اطلع يا شباب. يا بنت كم دايموند؟ 22 يعني انتم متخيلين؟ والله حلو. اوكي بس انا من وين راح اطلع؟ ايش قد ارتفاعي حاليا؟ ارتفاعي 22، والله ارتفاع الدايمود هذا حرامات. راح اطلع بس انا اعتقد الحلقه صارت طويله عليكم، فا اوكي خلي اطلع باسرع وقت ممكن. اوكي اوكي من وين اطلع؟ من وين؟ من هنا اعتقد. اوف اعتقد ايش جاي اسوي انا؟ اريد اطلع يا ناس يا عالم، اريد اطلع. من انا اعتقد، ما متاكد بس اعتقد. اوكي اعتقد من هذا المكان مسدود. اجتني حازوقه طبعا بس مو مشكله. من وين راح اطلع انا؟ اريد اطلع يا ناس، تعبت. او من هنا اجيت انا اتوقع. اي من هنا اجيت، خلي ارجع منين ما اجيت احسن لي. الريفين حلو. او من هنا اجيت، والله لو مخلي لي
علامات. هذا الكيف اني ما نزلت بي. اوه فارغ. لا أوه فارغ اوكي. حيل عبالي والله متروس شغلات رهيبة. بس والله تصدقون انه هذا الكهف من احسن الكهوف اللي موجود. هذا شنو موجود هنا أنا؟ والله ما اعرف. اوكي ليش انا ما اكسر هاي؟ والله اني غبي صرت. لحظة اكسر هذا شباب بنات. اوكي حلو. وين وصلت انا؟ اريد اطلع يا ناس والله مليت. اريد اطلع من الكهف. تعبت كل كهف ثاني. لا يا ربي مستحيل. اوه ذاك ريفي لقيته. اوكي تمام تمام تمام. اوكي هذا الكهف الثاني راح اعوفه الامير سلو. اوكي او اذا تردون نسوي تحدي الموارد اني ويوتيوبر ثاني. فا اوكي اوكي شباب بنات والله حصلت هواي موارد اني. اجيت منك مو؟ ايه اجيت منك. اوكي خلينا نطلع. لحظة نخلي الديرت بهذا المكان ونطلع. اوكي اوكي شباب بنات ايش قد حصلنا موارد هسه راح نحسبهن ونشوف. اوكي اوكي والله لو جايب لي هذا المحرك النفاث اللي يخليني اطير يعني شلون الباراشوت. اوكي ما بقى شيء. وصلنا وصلنا شباب بنات. طبعا اني اسف بصراحه لان طولت عليكم كلش 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 بس مو مشكله. كل هذا اني اللي جاي اسويه فقط علشانكم حتى تشوفون. دايم دايم دايم. لا والله عبالي دايم. قلت اني انسى دايموند. اني اوغا ملك الاساطير انسى لي دايموند وحده مستحيل. اوكي 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 هذا شنو الاحمر؟ والله لحد الان اني ما اعرفه. طبعا هسه تقول له ليش سويت انت هاي العلامه هيك خليتها دائريه؟ لان انا ادري بنفسي راح اموت. نوب. لا والله شلون نوب؟ انا جبت وياي الماي. قلت الامير يخلي لي بكت مال الماي وخلى لي بكت. قال لي ايش لك بي؟ قلت له اريده لان عود قلت اسوي لي بي مصعد مائي بس نسيت. اوكي والله اني ذكي. تمام هذا الكهف هنا أنا امير انطاني احداثياته. اوكي مو مشكله امير شكرا على الكهف الاسطوري. فا اوكي شباب بنات خلينا نشوف اللي حصلناه حاليا. تمام خلينا نشوف شنو اللي حصلناه. لحظه واحده ليش ما يفتح؟ ليش ما يفتح؟ ليش ما يفتح؟ اعتقد لاني لابس ذن الدروع. لحظه ما متاكد ليش ما يفتح هذا الصندوق شباب. لا 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 البس له انقفال. لا ليش ما يفتح هذا الصندوق؟ لحظة لا انقفل شباب بنات. شنو هذا حظي؟ شنو هذا حظي؟ اوكي شنو حصلنا؟ لحظة حصلت لي 9 ايميرالد وحصلت لي 22 دايموند و36 ريدستون وهاي الشغلات انا بصراحة بعد ما اعرفها شنو. فاني بصراحة شوفوا الدنيا صارت ليل. هاي الادوات اللي عندي شوفوا هاي وهاي بصراحة كلش قويات. فا اوكي يا شباب ويا بنات وصلنا لنهاية المقطع. شكرا على المشاهدة. لا تنسون هسه تضغطون لايك وتشتركون في القناة وتفعلون جرس الاشعارات وكلكم تجون تتابعوني على الانستغرام رابط حسابي بالوصف وتدزوا لي رسالة وتكتبوا لي شنو تردون المقطع القادم. اوكي يعني المقطع القادم انتم راح تختارون بس تابعوني على الانستغرام وكتبوا لي بالتعليقات اكثر رحلة كهفية كم دايموند حصلتوا بيها وما حاب اطول عليكم اكثر وبس مع السلامة. باي باي.